الكتاب المقدس في المزمور بيقول داود: أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي. يعني رفع الأثام، رفع الأحمال عنه. فالضمير الإنسان، ضمير الإنسان بيبتدي إن هو يوجعه بقى، يبتدي الخطية تفضل ايه كل ما يعمل حاجه تاكل فيه بالظبط، تسبب له امراض جسديه ونفسيه وروحيه. وبعدين الخطيه يعني خاطئه جدا، الخطيه بتحني، بتحني الظهر. فهو احنا محتاجين ان الله يرفع، لكي يرفع خطايانا. مكتوب في يوحنا الاولى ان هو: وتعلمون ان ذاك اظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطيه. لازم يجي واحد هو مش شايل عشان يشيل خطيتي. عشان كده المسيح هو اللي جه شال خطيتي، ما كانش ينفع حد تاني غيره يشيل الخطية، لأن ما فيش واحد يقدر يشيل خطية إنسان، لأن هو أصلا ظهره محني من الخطية زيه وزيه.